الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. حياكم الله أحبتي في الله، حياكم الله أحبتي في الله، وأهلا ومرحبا بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويتقبل منا ويعافنا ويعفو عنا. أحبتنا في الله، حديثنا اليوم بعنوان احذر أو إياك أن تتعامل مع الله بلغة الرياضيات. هذه نصيحة كنت أنصحها لنفسي وأنصحها لطلابي وطالباتي منذ أكثر ربما من 20 سنة. لا تتعامل مع الله بلغة الرياضيات. ماذا أقصد بهذه العبارة؟ هذه العبارة مبنية على مفهوم معين عند بعض الناس وينطلقون منه بحسن النية بداية، ألا وهو يسأل سؤال بسيط وبدهي: يا شيخ، يا فلان، يا دكتور، أليس الله عادلا؟ بلى، بل الله العدل، من أسمائه الحسنى وصفاته أنه العدل، مركز ومصدر العدل. طيب، واحد، إذا كان الله عادلا، السؤال الذي يأتي بعده: إذا أنا فعلت أمرا أؤجر عليه، أخذ الحسنات، صح؟ قال نعم. قال: وإذا فعلت أمرا من السيئات، من الأخطاء، أخذ عليه السيئات، صح؟ نعم. قال: إذن العدل الإلهي يقتضي أني إذا فعلت خيرا أؤجر عليه، وإذا فعلت شرا أؤثم عليه، مظبوط؟ قلنا له مظبوط. قال: طيب يا سيدي، أنا الآن أفعل هذا الخير مقابل مثلا هذا السوء والشر، فتذهب هذه مع هذه، حسنات سيئات، قياسا على أن الحسنات يذهبن السيئات. فيستنتج صاحبنا أو صاحبتنا من هذا الأمر القاعدة التالية، وهذا يكون هنا في ذهنهم وفي قلبهم، وليس شرطا أن يقولوه بألسنتهم ولا شرطا يكتبوه على ورقة، لكن أنا أصف لكم ما يسمى البروسيسنج سيستم، هنا نظام المعالجة الداخلية عند بعض الناس من خبرتي في النقاش والحوار مع بعض الشباب والبنات كمدرس ومحاضر جامعي. يصلون إلى قناعة نهائية خلاصتها: أنا صحيح مثلا أني خلينا نقول أعوذ بالله أعق والدي، وعندي مشكلة مع والدتي وأصرخ عليها، لكني في المقابل أصلي الجمعة وأتصدق دائما، فتذهب هذه مع هذه يا شيخ. اثنين: صحيح أني والعياذ بالله مدمن على المواقع الإباحية، ولكني في المقابل أصوم الأيام الكذا وكذا، الأيام البيض، الأيام كذا، فسيئات هذه تذهب مع حسنات هذه، وهكذا. أقول لك: صحيح أني أذهب إلى شواطئ الكذا، وأني أسبح بين اللباس الذي لا يجوز عند العاريات، لكني في المقابل أكفل 10 من الأيتام في كل شهر. فيوحي لنفسه أو يصل إلى قاعدة مفادها أن هذه مع هذه، هذه مع هذه، هذه مع هذه، باللهجة الأردنية بيقول بيطلع خالصين يا شيخ، لا إلنا ولا علينا. طبعا أنتم تستغربون، أنا أعلم أن هناك عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من يفكر هنا بالإند ريزلت، هكذا يفكر، ليس شرطا أن يقف ويفصح عنها كما أقول ولا أن يتحدث، لكن هذا الذي في داخله يتم، هو يعلم أن هذا حرام ويقوم به راغبا، وفي نفس الوقت فرح لأنه يقوم بالخير، وفي داخله الحمد لله هاي مع هاي وهاي مع هاي، خلاص نطلع خالصين، لا عنا ولا عنا يا سيدي، الحمد لله وربنا غفور رحيم يا شيخ، ما تدقش، وعلى قولت إخواننا في مصر عديها بقى يا شيخ وراحت. طيب، أقف الآن بين يديكم لأصحح هذا المفهوم الخاطئ يا أحبة. هنا لابد لنا من قاعدتين، انتبهوا، قضيتان رئيسيتان مهمتان جدا 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 أن تتضح في نفوسنا حتى لا نقع في هذه الإشكالية. القضية الأولى: ليس عندنا أي دليل شرعي، لا في القرآن ولا في السنة، لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في إعلام الغيب أبدا، عن الوزن النوعي والقيمة والحجم والقياس والوزن للحسنة والسيئة. يعني صاحبنا الذي تعامل بفكرة هذه تذهب مع هذه وهذه مع هذه، هو كأنه افترض أنه يعرف حجمه أو وزنه السيئة والحسنة. لو كنت تعلم والله كان قد أطلعنا لربما وافقتك فعلا. يعني لو نظريا، لو أن عندنا نص موحى به
يؤكد لنا فرضا أن من يصلي الفجر حاضرا جماعة وقد أحسن الوضوء، فلنفرض بيأخذ 100 حسنة، وبدي أفترض الحسنة وزنها كيلو، فأنا عارف نفسي كل صلاة فجر عندي 100 كيلو حسنات فرضا، هذا بس تقريبا الصورة بدي أفترض. وأعلم مثلا والعياذ بالله أنه في كل مرة بصرخ فيها على والدتي أو بغضبها أو بزعلها، بدي أفترض أنه بأخذ 500 سيئة، والسيئة تعادل 1 كيلو، فأنا كل ما أغضب في وجه والدتي بأخذ 500 كيلو سيئات، وكل ما أصلي الفجر بأخذ 100 كيلو حسنات. فالحسبة شو بتصير؟ كل 5 صلوات فجر بسكر على تعصيبي في وجه أمي. هيك بتصير الحسبة. طبعا هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له، لأنه لا يوجد عندنا أي دليل شرعي، والقضية قضية غيبية. نحن نعرف أنه حسنة وسيئة نقطة، طب حجمها لا ندري، وزنها لا ندري، قيمتها لا ندري، الأمر مفتوح. فانتبهوا، هذه النقطة الأولى. لذلك ربما لو أنا قمت على سبيل المثال بضرب شخص فرية وظلما واعتداء دون أي سبب، استقويت عليه، أنا جسمي أكبر، عضلاتي أقوى، مر من عندي طفل أو ولد أو شخص ضعيف، فأنا أحببت هكذا، يعني من اللي إحنا نقول باللهجة الأردنية من الباب للطاقة، منجقة، سقاعة، برادة وجه، افتعلت معه مشكلة وضربته. ربما الاتيتيود الكبر اللي دخلت فيه والاعتداء والحقد اللي أنا مارسته عليه، بدي أفترض أخذت عليه 10 سيئات فرضا، كل سيئة وزنها 1,000,000 طن. شو بعرفني أنا؟ ما بعرف. في المقابل لو صليت مثلا الفجر خلينا نحكي بدي أخذ عليها سيدي 1,000 حسنة، وكل حسنة تعادل ب10 كيلو، 1,000 10 أخذت على الصلاة 10,000، وأخذت هناك 600,000,000 طن. ما بعرف، لا أحد يعرف. لذلك هنا النقطة الأولى، في اللاشعور بعضنا يتعامل مع الله بلغة الرياضيات، هاي لا، هي مش هيك، ما بنعرف لا أحجام ولا أوزان، فلنحذر ولنتقي. هذه واحدة. النقطة الثانية ونضمها مع الأولى ونخرج بخلاصة ونختم يا أحبة. النقطة الثانية أخذها من عبارة قالها بعض العلماء من أهل السلف، كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. انتبه، انت تطلع يا أخي ما هي شغلة سخيفة، استنى شوي، نضع الاتيتيود والموقف من الموضوع. أنت تعلم أقادر على عدم فعلها، طب ممكن تتركها؟ لا. ليش هيك؟ اتيتيود، موقف الذاتي التكبري من الموضوع، هذا الإثم الصغير في ميزان الشرع عندي أنا قد يتضاعف 100 وربما 1,000 ربما ملايين، لأني فعلته نتيجة إيش؟ تكبر، نتيجة أني أنا مش سائل. لذلك قال ابن عباس في عبارة شهيرة منسوبة له، ابن عباس رضي الله عنه كان يقول يا صاحب الذنب، كان يوجه خطابه لشخص يجلس لوحده في السر ويرتكب ذنبا بغض النظر ما هو الذنب. خلينا نشبهه في أيامنا بشخص جالس على الكمبيوتر بغرفته لحاله وداخل على مواقع مش كويسة بالسر، كان يقول يا صاحب الذنب إن خوفك من حركة الستار أعظم من الذنب نفسه. يعني واحد جالس وعم بيعمل إشي حرام، تحركت البردة الستارة نتيجة الهواء، فهو نقز فجأة ظن أن أحدا دخل عليه، بيقول له حقيقة أنك لم تكن تحسب حسابا لله اللي هو أريد عم بتطلع عليك وشاط من حساباتك، ورحت خفت من شخص يدخل، هذا بحد ذاته أكبر من ذات الذنب اللي عم تعمله بأنه لم يكن لله قيمة عندك. تخيل، ويا صاحب الذنب إن خوفك من حركة الستار أعظم من الذنب نفسه. هذه واحدة. فالنقطة شو خلاصتها؟ الموضوع موقفك منها، أتفعله نتيجة كسل، ضعف، يعني أقصد المعصية، ضعف، كسل، نسيان،
يعني أعطيكم خلاصة نهائية. تخيلوا أنا حتى لو أمثل بأحد، لو أني أنا مثلا على سبيل المثال دخلت في مشكلة نفسية، مديري مثلا طردني من العمل وعندي ديون كثيرة وتوقف راتبي وأبلغوني بعض الدائنين أني سأحبس ورفعت علي قضايا لأني لم أتمكن من دفع الشيكات، فأنا في وضعية صعبة جدا جدا جدا، وحالة النفسية قد تكون في الحضيض، وكنت مصدعا وتعب ومتضايق يعني. فجاءني شيطان رجيم من شياطين الإنس ممن كان صديقا لي سابقا، قال لي انسى الدنيا يا زلمة، الله ما بتسوى، خود اشرب أو خد لك شمل لك شغلة هذا. الآن أنا أعلم أنها مثلا مخدرات أو أعلم أنها خمر، أنا أعلم، لكن في نفس الوقت أنا في حالة ضعف وانهيار نفسي وحياة ضعف، ممكن أضعف وأشرب، ممكن جدا. بعد ذلك لما أنتبه أتوب أستغفر، ممكن أعمل، ممكن أرد أكرره بحالة نفسية أو عاطفية أخرى، ممكن. بيختلف عن أكون جالس حاطط رجل على رجل، ولا أنا عم بعاني من مشكلة ولا عندي كذا، واحد يقول لي اسمع شايف هاي، يقول له بتعرف شو هاي، قلت له بعرف ايش، ويسكي أو بيرة واتفر له، شو رأيك تشرب؟ لا ما بدي أشرب. شو خايف؟ خايف من ربك؟ أنت مؤمن أنه في إله أصلا؟ وأنت مؤمن أنه في إله؟ جيت طلعت قلت لك لا مش خايف، شو بدك ها؟ هذا موقف وقاحة على تكبر. قد يكون الشربة الصغيرة هاي، الشفة اللي نسميها إحنا، تعادل إثمها عشرات المرات من الحالة الأولى، ما لا ندري. لذلك يا أحبة، شو خلاصة الرسالة؟ لا تتعامل مع الله بلغة الرياضيات، لسببين: نحن لا نعرف وزن ولا قيمة ولا نوعية ولا حجم الحسنة والسيئة، والقضية ليست في السيئة وارتكابها، وإنما في موقفك، أكنت ضعيفا نساء مريضا أم كنت مقتدرا وفعلتها والعياذ بالله من أرضية فيها نوع من الاعتداء والكبر. هذول العاملين لما يدخلوا مع بعض، ربما أصغر الأمور تصبح كوارث في عين الله، وربما أكبر الأمور تصبح معفو عنها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا نسير على طريقة منطقية فيها تعديل من مفاهيم قدر الاستطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعافينا ويعفو عنا ويتجاوز عنا. Respected brothers and sisters.